اهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام، سعداء بلقياكم دائما على موقعنا الالكتروني الجديد الان، برنامج لقاء خاص نواصل من خلاله مواكبه الاستحقاقات الجماعيه لمدينه الجديده. اليوم نستضيف رجل اعمال بنى ذاته من الصفر، ضاق اليتم صغيرا ليكون شابا عصاميا، استطاع ان يتالق بدول المهجر، واستطاع نجمه بعالم السينما والتلفزيون من خلال الانتاج السمعي البصري والتوزيع. هو ابن حي شعبي يدخل اليوم يعود الى دخول غمار الاستحقاقات الجماعيه بلون السنبله من خلال حزب الحركه الشعبيه. استاذ علي شيبوب، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بكم ومرحبا باستاذ حمزه وكذلك استضافتكم في المقر ديالكم. العفو العفو، اهلا وسهلا. سي علي شيبوب، بغينا نرجعوا شويه التاريخ. سنه 2009 قبل ما ندرسوا المحطه ديال 2015، 2009 تالقتي من خلال الحزب العمالي، كنتي انا ذاك المنسق الاقليمي ديال الحزب وحققت نتائج جد ايجابيه، الرتبه الثانيه على مستوى الاستحقاقات الجماعيه. كان متوقع انك تكون وكيل اللائحه، لكن شاءت الاقدار عكس ذلك، ورغم ذلك علي شيبوب لم يتراجع الى الوراء وقاد الحمله الانتخابيه وقاد المفاوضات وقاد الى حين ان كانت الحزب بقي في المعارضه رفقه حزب الاستقلال وعداله التنميه. فعلا اخ حمزه، هذا هو النضال. النضال فيه جوج حوايج، فيه اما استمراريه باسم نضال حقيقي، وفيه ضريبته، الضريبه ديالته كاينه. كان المفروض انني نكون في اللائحه، لكن تمنعت بقانون على اساس ان عندي واحد الامتياز تيربطني مع بلدي الجديده. هناك قانون في الميثاق الجماعي اللي تيمنع الناس اللي عندهم علاقه بالبلديه. مع العلم هناك اجتهاد وقراءه قانونيه على اساس ان هذا الامتياز لا يعني ماشي من ضمن الموانع ديال الترشيح. كيف تلتجا القضاء استعجال 48 ساعه؟ فعلا ما بغيتش نلتجا للقضاء باش نكرت الذاتيه ديالتي، نكرتها. ما بغيتش نلتجا للقضاء باش ما نغامرش باللائحه باكملها. وفضلت صديق واخ اللي كان الدكتور صلاح، قدمته اللائحه كوكيل اللائحه وبقيت من ضمنهم ومعهم. فعلا بقيت ما عندك ما دير، هذه ضريبه ما عندك ما دير ضروري. والحمد لله توفقنا ولله الحمد. شنو السر ديال العوده ديال علي شيبوب اليوم من خلال الحركه الشعبيه؟ واق بكل صدق، باش ما نبداش ندير الدوباج السياسي، رجوع الى الساحه السياسيه بعد ما خديت قرار اني ما نرجعش نهائيا. ومجموعه من الاخوان داخل المدينه ومن ايات المدينه اللي تكلموا لي ان هذه المدينه اصبحت يتيمه بكل شكل من المعنى. و تشوف المدينه فين واصله. نعم. الى انا تقلقت والاخر تقلق والاخر تقلق، ونخو الساحه بمعنى هادشي تنشوفوا المدينه غاده في التوجه. نعم. لا يحمد عقبه. علي شيبوب يؤمن بالتغيير من داخل المؤسسة باذن الله، وكيامن حتى ان ما يتامش بسياسه الكرسي الفارغ، نخليه الكرسي لا ابدا. هذا هو عيبنا داخل المغرب، وبصفه خاصه داخل المدينه، عيبنا كل شيء تيتقلق ويخلي الكرسي فارغ ويبعد، هذا عيب كبير. خصنا ندخلوا ونتكلموا من داخل الدواليب والميكانيزمات تاعهم، ونتكلموا ونغوتوا ونقولوا لا ولا نقولوا اه، ولا نقولوا رجل صالح او رجل طالح، ونتكلموا ونعبروا، هذا ماشي معنى. سي علي، انت رجل اعمال ومستثمر داخل البنيه الجديده، شنو رايك حول الواقع الاقتصادي ديال المدينه بعلاقه بتدبير الشان العام المحلي؟ يا اخي سؤال بسيط لكن جوابه كبير بزاف. غادي خصنا تخاد معنا الوقت واحد ثلاثه سوايع بغينا نتكلموا على المشاكل الاقتصاديه داخل المدينه وكيفاش. لان بغينا نتكلموا على اقتصاد المدينه غنتكلموا يعني المؤهلات ديال المدينه اولا اللي تخلينا نتكلموا على اقتصادها او استثمارها. نعم. المدينه ما عندهاش مؤهلات. الا جبدنا العيوب ديال المدينه، مثلا المنطقه الصناعيه عندنا اشنو تيوقع فيها؟ الا بغيتي استثمارات ملف هذا كبير. ولا جبدنا ملفات اخرى نتكلموا عليها داخل الاستثمارات العقاريه داخل المدينه وما يقع مع اللوبيات العقار. نعم. اللي هما دابا الان ممولين بعض الحملات اللي كاينين تيمولوا. بائعين الفواتير اللي كاينين داخل المدينه. داخل المدينه تيتلاعبوا في الضرائب والمسائل. عندنا بزاف المشاكل لهنا اللي صبح واحد اللوبي تيوجه بعض اللوائح ولا تيبغي يصوب دائما يفرض ناس ديالو يكونوا حاضرين داخل المجلس. باش يحميوا المصالح ديالهم. منطقيا المصالح ديالهم وزائد الاستثمار في مصالحهم. شنو تقييمكم الحصيله ديال تدبير الشان العام المحلي هاد الست سنوات اللي مرات؟ في الواقع خدت قرار انه الحزب
اتفقنا على اساس هذه المره في هذه الحمله هذه اننا ما بغينا نتكلموا في حد وما بغينا نتكلموا على حصيله حد وما بغينا ان شاء الله لما ننزلوا نكونوا في الكرسي وناخذوا ثقه المواطن الجديد اللي عطانا ثقته وصبحنا في الكرسي عارفين كيفاش نتكلموا كيفاش نبلغوا الجديين لان شوف الجديين كلهم عارفين الواقع ديال المدينه وعارفين المشاكل ديال المدينه وعارفين البيروغاطا فماشي انا اللي غادي نجي اليوم غادي نوضح لان هذا الخطا اديت عليه ضريبه كبيره لما في الحمله السابقه تكلمت وضعت كانت نيتي على اساس اني تنتكلم وتنقول وقائع وحقائق واعلاميا وتنحط ملفات درت بيانات اديت عليها ضريبه كبيره تقبية أستاذ حمزة أديت على ضريبة كبيرة علاش؟ لأن المدينة تخلت علي وكانوا الناس آخرين وخداو وصبح انتقام مني بشكل كبير لهذا أنا بحجة أني تنتكلم عيب أو تنتكلم هنا ما تنتكلمش عيب في أي إنسان أنا تنقول إلا وقائع ومشاكل كينا في تسير هذه المرة طبعا الجدة فيها إيجابية وسلبية والكمال لله واقعيا تنشوفوا تغيير يلا بان هذه واحد سنه او سنتين او في الايام الاخيره كاين واحد اصلاحات داخل المدينه تشوف بعض المحاور تشوف لكن الاساسي هنا داخل المدينه ما عندناش مثلا مقبره ما عندناش مجزره ما عندناش محطه ما عندناش هاد الطرقات باش تعرف ان كان حريم بالسيد الرئيس مجلس البلدي كان يشارك المواطن وياخد وجهه نظر كاينين دابا الان مؤسسات شركات متخصصين في التواصل تنزلوا تيديروا استطلاع الراي ياخذوا يجيب لهم ويجيبوا له تقرير استطلاع الراي ديال المواطن ويتكلموا على هذا الشيء اللي درنا له هكذا في البرنامج هكذا التصميم ديالو شو رايكم واش مزيان ما مزيانش شنو الاشياء اللي خصنا نزيدوها تيظهر لي كاين قرارات خاصه فهمتي قرارات خاصه مزيان هي تنشوفوا كاينه بصمه نعم كاينه بصمه لكن في جو فيها لا اعلم هذا الشيء كقراءه المشهد الانتخابي داخل مدينه جديده شنو رايك في اللوائح 13 الاخرى اللي كتبارى داخل هذا المعركه الانتخابيه انا العلم عندي 14 و13 وواحده مستقله مستقله نعتبره تو ديال الاخ مسكوت فؤاد اول حاجه بعدا انا اتاسف الاخوان اللي كانوا غيترشحوا ما يسرمش الله ما كملوا شيء تنتاسف لهم فعلا الفضيله تحيه نضاليه لهم تنتمنى انهم ييأسوش وانهم يزيدوا يشتغلوا هذه مدينتهم وما يتقلقوش والتجربه مريت منها نعم لذلك ما خصهمش يتقلقوا نتمنى لهم من تحيه نضاليه ونتمنى لهم التوفيق باذن الله هذا جانب الجانب الثاني جميع الهيئات السياسيه انا لهم تحيه نضاليه نتمنى لهم التوفيق وان شاء الله الله اللي تعلم والمدينه تتعرف تتعرف النوايا والصدق ومن غادي ياخذوا القرار يوم التصويت غير حاجه واحده نتمنى هاد الاخوان الوكلاء اللوائح والمرشحين اننا الانتخابات ما بقاش لها دابا بقات يوم ولا يومين لكن شفنا الساحه كان فيها واحد التعارك كبير واحد النوع من ما كاينش احترام تبادل كاين شي واحدين اللي تيحبسوا بعض الدوائر باسهم تخرج بالقوه الملقاطه بالسيوف هادشي ماشي اخلاق سياسيه تنشوفوا الهضره ديال السياسه ديالهم حزبهم في شيء والواقع اللي تيتصرفوا فيه داخل الارضيه ديال الحمله شيء اخر وهذا ماشي اسلوب ثاني نتمنى من الله سبحانه وتعالى وفقهم الله انهم يدخلوا الجماعه ولا البلديه يحيدوا الكاسكيت السياسي ويركبوا كاسكيت ديال المدينه ما بقاش نقولوا فلان كان معايا وفلان كان ضدي اليوم حنا مع المدينه باكملها تنتمنى ان ما يدخلوش وما داخلين حقد ديال الحمله الانتخابيه يعيشوا الحمله الانتخابيه مرحله تتسالي في 94 من تاخذوا نتائجهم ان شاء الله بعد 5 اصبح مستشار اصبح اذا خدا مسؤوليه يكون يتكلم على المدينه باكملها ما مبداوش في الحياه الانتقاميه المنطق ديال التحالفات علي شيبو حاليا هل كاين مشكل خطوط حمراء منفتحه للجميع لا ابدا انا منفتح للجميع ما عنديش خطوط حمراء حتى في الحياه تاعي ما عندي واخد فاتح الباب مع خط ازرق غير وضع له حدود تاعو حنا ممكن نسقوا مع اي جهه ونتكلموا مع اي جهه وتيظهر لي غنزربوا ولا تكلموا في التنسيق ننتظروا لحين تكون النتائج طبعا ترجع
ترجع القاعده عندي وتناقشوا تنشوفوا ما يطرح وساعتها تكون فليكسيبل. يعني غنبداو نتكلموا نقول لك لا احنا هذا نقطعوا هذا الخط ولا نقطعوا هذا الخط، ابدا بالعكس نكونوا مع اللي بغى يخدم ويدون ضيفه ومدوا ليدنا. كاع حين التساؤل التالي هو علي شيبو والحركه الشعبيه بماذا تعيد ساكنه مدينه الجديده؟ في الواقع نعيد ساكنة المدينة أولا لما نأخذ ثقتهم غنعطيهم الأمانة غنحملوها على كتافنا الأولى على أمانة وغنبلغوا صوتهم بصدق وما نتباعوش ونتشراو ونشهد الله سبحانه وتعالى أننا غنتحملوا المسؤولية بكل جدارة واستحقاق. مشاكل المدينة كبيرة وغنطرقوا لها ديال كل منطقة ديال كل حي وغنفضحوا الملفات وغنتكلموا على جميع المستويات وغادي نحركوا معنا حتى القياده الحزبيه على جميع المشاكل اللي كاينه داخل المدينه. اذا كاين مجموعه ديال الايجابيات هو ان الحركه الشعبيه اليوم هي جزء من الحكومه، كاين قطاعات تجاريه، دونك في حال الفوز ديالكم ممكن ان يكون تنسيق وجم شراكات مع هذه القطاعات؟ لما لا؟ السي علي شيبو كيتلاحظ ان اللائحه ديال السنبوله عرفت وجوه جديده كتدخل لاول مره للغمار ديال الاستحقاقات الجماعيه، واش كنا نعتبروا هذا تجاوب مع خطاب صاحب الجلاله اللي قال ان خاصنا نخب جديده اللي تدخل للتسيير باش تعطي انطلاقه جديده للتدبير الشعبي على المحل. فعلا كما قلت استاذ حمزه فتحنا باب لبعض الشباب طاقات شابه وكذلك من المجتمع المدني باش يكونوا حاضرين معنا داخل اللائحه في نفس المصب اللي قلتي تاع الخطاب ديال جلاله الملك. لكن واقعيا بكل شجاعه باش نكون شجاع امامك ان ملي تبغي تصوب اللائحه وكاع الاحزاب تعرفوها تصعب باش تلقى هاد 43 مرشح ومرشحه تصعب. ملي تبغي تجيب اخوات رجلتهم ما يسمحوش ليهم، ملي تبغي تجيب بنات الناس مشكل. نعطيك ابسط، حنا وكيله اللائحه تاعنا تاع المراه درنا يعني دخلنا القبيله والعائله كل شيء باش نجيبوها باش تكون معنا، كذلك بعض الاخوات معنا وبعض الامهات والاشخاص اللي درناهم سي حمزه يعني تتحاول قدر الامكان تخلق واحد التوازن. وهذه المره كاينه واحد الثقافه اللي تدوي معاه تيقول لك ترتيب من الثالث الرابع بمعنى لو قالوا الثالث الرابع نديروا فيها غتجيك فيها شي 100 فهمتي، وهذا مشكل باش تخلق هاد التوازنات. وانا خاص تعرف يلاه السنه هذه باش خديت مسؤوليه داخل الحزب ما لقيتش عندي ارث من المناضلين، كونت انا مناضلين وبديت من صفر فعلا صوبت شبيبه. انا تنتكلم معك بكل شجاعه ما تنبداش نتكلم بالماكياج السياسي، كونت شبيبه كونت مكتب ديال المراه كونت ناس اللي ولاو مناضلين واللي تتبعوك كاسم وبدينا تنشتغلوا بكل صدق وبكل امانه وطرحنا الاشكاليه واعطيتهم فرصه ان علي شيبو بغيتو يكون على راس اللائحه او بغيتو شخص اخر يكون على راس اللائحه. وحتى الاسابيع الاخيره باش ناخذوا القرار اش علي شيبو ولا على راس اللائحه، ما كنتش نكون على راس اللائحه الا اختيار الحمد لله ديال الاخوه اللي معنا حزبيا. اخ علي شيبو، المدينة الجديدة كتعني المدينة الجديدة، المدينة التي ترعرعت فيها، المدينة التي زدت فيها، المدينة التي رضعت فيها حليب امي، بالعكس المدينة ديالتي في دمي. والله يعلم ما كيف ما يمكنش، احنا جديين معروفين شنو الجديدة، يعني شي حاجة جزء منا لا يتجزأ. كلمة أخيرة أول أحبك مدينتي، ثانيا الساكنة أتمنى الساكنة أنها تصوت بضمير وما تبيع صوتها وتقيد المدينة في عنقك وفكروا مزيان قبل ما تصوتوا وادعوا الله أمام أعينكم، نصبوا الله أمام أعينكم في هذاك المخدع وصوتوا بكل ثقة. نتمنى إذا نلت الثقة تاعكم صوتوا على العلامة ديال السبولة اللي هو رمز ديال الحركة الشعبية. إذا إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى نهاية الحلقة من حلقات برنامج لقاء خاص. سعيد دائما بلقياكم عبر مواقعنا التواصلية الفيسبوك والتويتر واليوتيوب. إلى أمل بلقياكم بحلقة مقبلة بإذن الله.